راديو نيل. طيب، حد خد باله ان لجنة التسعير التلقائي الخاصة بالوقود ثبتت اسعار البنزين والسولار الساعات اللي فاتت من غير اي زيادات؟ انا اقول لك كتير قوي مننا يعني ما خدوش بالهم من الخبر ده ولا عد عليهم الخبر اصلا، لكن هتلاقي بقى كتير وقفوا عند بث السموم من اهل الفتن، وقفوا واتضايقوا طبعا واتخانقوا من البلد على الفاضي تماما، لما يلاقوا مثلا موقع العربي الجديد القطري اللي بيدعم الإخوان أما ألف خبر بتاريخ كام؟ بتاريخ 11 أكتوبر 2022، الشهر ده اللي احنا موجودين فيه من كام يوم، وقال لك كشف مصدر مطلع في مجلس النواب المصري إن الحكومة أخطرت البرلمان رسميا بقرار رفع أسعار البنزين والسولار نهاية الأسبوع الجاري. تلاقي الناس بقى تدخل وتتخنق بعد الخبر المضروب ده من موقع العربي الجديد. طيب، هل طلع موقع العربي الجديد يعتذر للناس بعد ما ظهرت الحقيقة؟ لا طبعا ولا الهوى. خلاص يعني نفكر بقى ونشوف حاجة جديدة ممكن نألفها. خلاص اللي هو عايزه عمله، بث السموم بتاعته والناس صدقت واتضايقت، فشكرا. اللي هو يعني العيار اللي ما يصيبش يدوش، زي المثل الشعبي اللي هو تخاصمني في شارع وبعد كده تصالحني في حارة. ده إذا صالح أصلا، ده إذا اعترف أصلا واعتذر عن الخبر المضروب اللي هو نشر. طيب، تسيب العربي الجديد وتروح لموقع قناة العربي القطرية برضو يوم 18 سبتمبر 2022، الشهر اللي فات، هتلاقيه ناشر العنوان التالي، يقول لك إيه؟ يقول لك مصر تعتزم إقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين أول أكتوبر اللي احنا موجودين فيه. فتدخل على الخبر تلاقي الناس عاملة له شير كتير جدا، وهاتك يا تقطيع في البلد. طيب، جينا لشهر أكتوبر، لجنة التسعير قالت هثبت السعر، مش هزود ولا مليم. فهل قناة العربي وموقعها طلعوا واعتذروا لقراءهم لمشاهديهم؟ لا طبعا برضو ولا الهوى. هتلاقي هيبحث ويدور على خبر جديد يضربه أو يستغله علشان بقى يشيع البلبلة القيل والقال ما بين الناس. ومع الأسف، مع الأسف كتير قوي من ناسنا وأهلينا بيصدقوا وبيعملوا شير على طول من غير حتى ما يفكر، من غير ما يشوف الكلام ده صح ولا غلط. وبعيدا بقى عن أهل الفتن، عن فبركة الأخبار، خلونا نرجع للسؤال، ليه أغلب الناس ما سمعوش عن قرار تثبيت أسعار الوقود؟ هنا أقول لك لأن الدنيا ما تقلبتش على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن تعال شوف بقى لو البنزين كان زاد ربع جنيه بس، 25 قرش، كنت هتلاقي الدنيا قامت وما قعدتش، بالضبط زي صخرة الدويقة اللي وقعت في سبتمبر 2008، كلنا نفتكرها طبعا، يومها دمرت عشرات البيوت، سوتهم بالأرض مع الأسف، فقدنا بسببها 119 روح بريئة من ناسنا وأهلينا، ده غير 55 اتصابوا في كارثة بقى لبست البلد السواد حدادا على اللي راحوا مننا. هنا الدنيا كلها اتكلمت، وسائل الإعلام العالمية قبل المحلية نقلت الخبر. لكن تعالى ليوم الحد 24 فبراير 2019، يعني من 3 سنين بالضبط، في منطقة منشيط ناصر في القاهرة، بالأخص في شارع أحمد حافظ، لما صخرة ضخمة قطرها 15 متر في 15 متر وقعت على البيوت، دمرتها وسويتها برضو بالأرض، هس خالص، ولا حد سمع ولا حد خد باله. طب ليه؟ أقول لك لأن البيوت اللي اتسوت بالأرض في 2019 كانت فاضية، ولله الحمد ما كانش فيه ولا إصابة واحدة، لأن البلد كانت نقلت 83 أسرة من أهلينا الكرام للأسمرات، فأنقذنا أرواح ناسنا وأهلينا الغلابة اللي كانت هتروح مننا. وعشان كده محدش التفت للكارثة اللي كانت هتحصل ولا أصلا سمع عنها. أو نفس الكلام في تثبيت سعر البنزين والسولار من غير أي زيادات، هتلاقي هس خالص، محدش سمع حاجة، رغم أن القصة كانت غير متوقعة خالص. تسألني غير متوقعة ليه؟ أقول لك لأن اللوجيك الطبيعي ان الوقود كان يزيد. واحد هنا ممكن يقول لي يا استاذ انت معانا ولا علينا، ما تخليك محضر خير، تزيد ايه بس؟ هنا اقول انا برصد بس وبطرح قدام حضرتك المعلومه، لانك لما تعرف المعلومه هتعرف كويس ان اللي عملته البلد ده عباره عن يعني طبطبه على ناسها. ما هي المعلومه بتقول ان سعر برميل النفط في موازنه البلد السنه دي 80 دولار. طب سعر النفط دلوقتي كام؟ اقول لك 93 دولار ونص. يعني اللوجيك ان السعر كان يزيد،
ضيف على ده ان سعر صرف الدولار برضو زاد، فالوقود نفس الكلام، اللوجيك انه كان يزيد زي السلع ما زادت في السوق، لكن لله الحمد والمنة ما زادش ولا عايزينه يزيد بصراحة طبعا يعني. فالقصة اللي يشوفها ويتعمق فيها هيلاقيها يعني دعم طبطبة من البلد عمرك ما تشوفه بره. طب ليه عمرك ما تشوفه بره؟ نضرب مثال، مثال بتركيا، بما انها بقى يعني ما هو فؤاد الاخوان في العالم، العشق والهيام بحضرها طبعا وبتاريخها. هتلاقي سعر لتر البنزين في شهر يناير السنة اللي فاتت 2021 في اسطنبول كان بكام؟ كان بستة ليرة وكسور. طيب بخيالك كده لما سعر البنزين غلي هيغلى عندهم قد ايه؟ هل ربع ليرة زي عندنا مثلا وبعد كده بقى يعني نص ليرة؟ اقول لك لا. طب هل زاد ليرة كاملة؟ اقول لك برضو لا. طب 2 ليرة 3 ليرة؟ اقول لك برضو لا. طب هل زاد الضعف يعني بقى مثلا ب 12 ليرة؟ اقول لك برضو لا، لان السعر هيصدمك جدا هناك في اسطنبول. سعر لتر البنزين في اسطنبول في غضون سنة واحدة بس من يناير 2021 لغاية يونيو 2022 طلع من 6 ليرة إلى 27 ليرة ونص، يعني أكتر من 4 أضعاف السعر. أنت متخيل؟ من 6 ليرة إلى 27 ليرة. سعر الديزل عندهم وصل ل 30 ليرة تركية. هنا واحد ممكن عايز يبرر وخلاص، فتلاقيه يقول لك إيه يا سيدي، بص المستوى المعيشة عندهم ومستوى المعيشة عندنا قبل ما تقارن البنزين والسولار. هنا لازم ترد على اللي بيقول كده وتقول له، وهل انت تتوقع ان مرتب الموظف او اي عامل في وظيفة في تركيا مرتبه زاد 4 اضعاف في خلال سنة واحدة؟ طبعا استحالة ثم استحالة، كلام ما يتعقلش اساسا ان مرتب اي حد في اي مكان في الدنيا يزيد 4 اضعاف في مجرد سنة مهما زادت الاسعار. وبالتالي اللي حصل عندهم قطم ظهر الناس اللي عايشة هناك، بس كل الحكاية انك ما تعرفش اللي بيحصل بره. فكون ان سعر برميل النفط يطلع من 51 دولار في يناير بقى 2021 ويوصل لقرب ال 130 دولار في يوليو اغسطس اللي فات قبل ما يبدا بقى ينزل تاني، وانت كل اللي حصل عندك نزول ربع جنيه وبعد كده طلعت نفس الربع جنيه وزدت بعد كده نص جنيه، ده اسمه كرم من ربنا وطبطبه من البلد على ناسها. طبعا الكلام ممكن ما يعجبش ناس كتير اكيد طبعا، ودي طبيعه الحياه، لان الانسان ايا كان في اي وقت وفي اي زمان يتضايق ويزعل من اي زياده في سعر اي شيء، حتى ولو كانت قرش واحد فقط مش محسوس برضه هيزعل، بل ويتمنى كل شيء يبقى ببلاش، زي المثل الشعبي ما بيقول ابو بلاش كتر منه. بس لازم ولا بد تحط الارقام والحقائق قصاد اهلك وناسك، علشان اهل الفتن اللي بيحسسوهم ان مصر عباره عن جهنم على الأرض بالفتن والشائعات والأخبار المضروبة، لازم ترد عليهم بالحجة وبالمعلومة. ربنا يحفظ بلدنا من أهل الفتن ويرد كيدهم في نحورهم ويرزق أهل البلد دي رغد العيش دايما، اللهم آمين.